هو ايه السبب اللي بيخلي الصراصير تنجذب للاذن؟ السبب ان الصراصير بتحب الحاجه المخمره زي الجبنه الرومي كده والخبز، وشمع الاذن بيعمل ريحه زي كده بالظبط، فتلاقي الصراصير يا صديقي بتنجذب للريحه دي، فالصراصير بتدخل الاذن وبتلاقيه مكان امن جدا. وطالما دخلت جوه الاذن في حاجه من الاتنين، يا اما هتنحشر جوه ومش هتعرف تطلع، او هتطلع وممكن تسيب البيض بتاعها في الاذن علشان يفقس. ولو حسيت بحاجه جوه ودنك بتتحرك اعمل زي الراجل الصيني ده وروح للطبيب بسرعه. الطبيب اول ما كشف عليه لقى جوه ودنه 10 صراصير صغيرين والعش بتاعهم. واوعى تستخدم حاجه صلبه في الاذن لانها ممكن تمزق غشاء الطبله بتاعت الاذن، ويتوجه للطبيب فورا.